إسرائيل أعلنت الحرب على الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي بيطالب بإقالته، والموساد حطه في قوائم الاستهداف. من يوم ما ابتدت الحرب شيخ الأزهر واخد موقف مشرف وواقف بشكل واضح مع الفلسطينيين، وهو الوحيد اللي اتصل بقيادات حماس من يوم 7 أكتوبر وهاجم إسرائيل بشكل صريح ودعا كل المسلمين لنصرة إخواتنا في غزة، ويمكن يكون الشخصية الإسلامية الوحيدة اللي ليها رأي واضح وطلب محاكمة نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب. والإمام الأكبر رفض طول الفترة اللي فاتت يقابل سفراء أو مسؤولين من الدول الداعمة لإسرائيل في الحرب، وقطع الاتصالات مع الجهات الأجنبية اللي بتقول إسرائيل من حقها تدافع عن نفسها. وفي معلومات مؤكدة إن شيخ الأزهر بيجهز للتحرك بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة من البر والبحر والجو، ونتيجة كده الإسرائيليين بدأوا الهجوم الكاسح على الإمام الأكبر، ونتنياهو مش عاجبه مواقفه. لكن الأخطر هو اللي بيخطط له مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ضد شيخ الأزهر. إسرائيل بتتحرك لحشد الدول العربية اللي بتسميها معتدلة عشان تضغط على الدولة المصرية لإجبار الدكتور أحمد الطيب ما يتكلمش ولا ينشر رسائل ضدهم، وبيقولوا إن الشيخ الطيب بيساعد في نشر التطرف وبيزود التوترات الدينية والسياسية وبيعرض المنطقة للخطر. وفي نفس الوقت إسرائيل والمنظمات اليهودية وشركائهم في العالم بدأوا حملات دولية ضد الأزهر الشريف، وبيتهموه بالتشجيع على الكراهية والأنشطة الإرهابية ضد الإسرائيليين. والمنظمات اليهودية بتتواصل مع الفاتيكان والكنائس الغربية لتشويه شيخ الأزهر، وبيطالبوا بقطع العلاقات معاه وتجميد الحوار مع الطيب، وعايزين يفرضوا رقابة على فروع مؤسسة الأزهر الشريف في جميع دول العالم وخصوصا الغربية. والأهم أنهم بيطلبوا تعديل الدستور المصري للسماح بإقالة الإمام الأكبر، ومعروف أن منصب شيخ الأزهر محصن وممنوع عزله حسب الدستور، وتغيير الإمام بيكون بالوفاة أو العجز الكامل عن أداء مهمته فقط. لكن بلغت بيهم الوقاحة أنهم يطلبوا من المؤسسات المصرية تعديل الدستور وعزل شيخ الأزهر إرضاء ليهم. ومش بس كده، الإسرائيليين بيتحركوا لمنع أي تمويل دولي أو إقليمي بيتقدم للأزهر الشريف. اتصلوا بالإمارات وطلبوا منها استغلال علاقتها الطيبة مع الإمام للضغط عليه. كمان طلبوا من الأمريكان يربطوا المساعدات اللي بتتقدم لمصر حسب اتفاقية كامب ديفيد بتغيير خطاب الأزهر الشريف وشيخه. ومع استمرار موقف الإمام الطيب البطولي، القوات الإسرائيلية قصفت جامعة الأزهر في قطاع غزة ودمرتها بشكل كامل. لكن الدولة المصرية حذرت إسرائيل من استمرار التطاول على الإمام الأكبر، وأكدت إنها مش هتسمح بالمساس بيه بأي شكل من الأشكال، ووصلت لهم رسالة إن الإمام بيعبر عن رأي كل العرب والمسلمين، وإن هم اللي بيزودوا الكراهية في المنطقة وبيشجعوا التطرف. أما موضوع تعديل الدستور لعزل الشيخ الأزهر فده شيء لا يستحق الرد عليه من الأساس، ومصر حذرت بقوة من أي استهداف للطيب سواء بالاغتيال أو بمنعه من دخول أوروبا وأمريكا تحت ضغوط المنظمات اليهودية. حفظ الله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.